كانت ايه؟ كتير. ياه بس تلفون كتير ومكياج كتير. يعني جبتي شويه منه ولا حاجه؟ كتير شويه مش كتير. لا كتير شويه بس وما تعرفيش ما تعرفيش بكام، ما سألتيش على ثمنه، ما تعرفيش بكام. ماما يعني ممكن انت تسألي ماما بكام؟ ماما قالت بكام. مش انا. وماما ودفع الفلوس بقى بتاعتها طبعا ولا يعني ما ممكن. وعجبتك الحاجات؟ ايه الالوان اللي عجبتك بقى؟ البرتقال بس. انت جاهزة مش تدير تاني عشان هي ديت ممكن بقى راح عشان كل يوم بتقع مني. شفتي بقى انا من لها ايه بقى دي بقى يا ربي. نعمل لها ايه دي عشان ممكن. بس انت بتحب البالونات طبعا جدا. ممكن نعلقهم في بيتنا ونعمل عين ميلادي صح؟ ممكن صح عشان نطيرهم. لا وان شاء الله يا لارا انت عيد ميلادك امتى؟ عارفه امبارح ان انا عملت حاجه حلوه موت. جبتيها منين؟ جبت ايه وايه؟ من الفيلم. عملت بيت مرجيحة. عملت بيت مرجيحة بالفيلم. الله جميل. بس يا لارا انت وحشتي البيت بتاعك. ايه حبيبتي يا لارا؟ مش عارفة حاجة مني. لا تعالي بقى علشان انا جايبة اللعب وكل حاجة. بس مش هخلي تلعب اللعبة عشان هي اللي الفيلم اللي انا عملته بالبيت قالت لي وحش وكده مش هلعبها. ما ممكن بس هي ممكن ما تقصدش يا لارا لان هي طبعا هي اختك حبيبتك وهي بتحبك فانتوا لازم تلعبوا مع بعض. عايزة اقولك على حاجة حلوة موت اللي انا عملتها. عملت ايه بقى؟ ياه وعملت ايه؟ رحنا نشتري ثلاثة فوق.